مقابل شوف حنا مقابلة بالسابق كنا دائما نتماطلوا سمانة 10 ايام باش نديروا. اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم في ظرف ربما ساعة ولا نص ساعة ولا 45 دقيقة ولا عملت بيان واسمه كتبت لاكاف على الاقل على الاقل حطت لاكاف دوفون فات اكومبلي. اليوم حتى جمال بالماضي في الندوة واسمه الصحفية كان هضر على هذيك نظن اللي لمسها اللاعب اللي كان مع ادمو الناس نظن اللي لمسها واسمه بيدو. اليوم شوف انا قلت لك من قبل ما تبدا كاس افريقيا ومازال مشوف المنتخب الوطني مازال يزيد يتلقى العديد من الضربات. لو ما تسجلش اهداف وما تكونش في المستوى وما تكونش شوف احسن من الخصم في الميدان في كلش ما يخلوكش تربح. انت المنتخب الجزائري راك محطوط العين. وزيد حاجه واحده انا نقول لك حاجه اليوم اختيار الحكام تنجم يعطوك حكم في المستوى حكم رئيسي في المستوى ولكن لو المساعدين ما يكونوش واسمه في المستوى. وقلتها عندي يومين واسمه مع عبد الكريم هنا قلت له يا عبد الكريم هذاك اللي يدير الفار هذاك انسان كيما احنا ينجم يلحق المعلومه كوم ينجم ما يلحقهاش. واليوم هو ما لحقش معلومه والحاجه المهمه انه اثر على النتيجه النهائيه للقاء. واليوم انك اليوم اثر انه المنتخب الوطني كان منطقيا يدي نقطتين.